أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي المقبل سيشهد توسعا في تطبيق المشروع التمكين الرقمي في التعليم ليشمل 12 مدرسة إعدادية بما يرفع عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات ولدى رعايته اللقاء التعريفي الذي نظمته الوزارة لمديري ومديرات جميع المدارس الحكومية في صالة الوزارة بمدينة عيسى للتعريف بمشروع التمكين الرقمي في التعليم وعرض انجازات المرحلة الاولى منه، اكد الوزير ان القيادة السياسية لمملكة البحرين تؤمن بان التعليم المواكب لمتغيرات العصر احد الركائز الاساسية للتنمية البشرية المستدامة، وذلك في دعم وتبني العديد من المشاريع التطويرية على امتداد المسيرة التعليمية المباركة، وصولا الى مشروع التمكين الرقمي في التعليم الذي جاء بتوجيه ملكي سام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تعزيزا لدمج التقنيه في التعليم وامتدادا لمشروع جلالته لمدارس المستقبل الذي كان ايضا بتوجيه من جلالته حفظه الله كما قام الوزير بجوله في المعرض المخصص لانجازات مدارس المرحله الاولى حيث استمع الى شرح من الطلبه والمعلمين حول ابرز مشاريعهم وممارساتهم التعليميه الرقميه ومنها مشروع المختبر الافتراضي الذي تم تنفيذه باستخدام برمجيات الحاسب الالي ليحاكي المختبرات الواقعيه لماده العلوم اضافه الى تقديم جهود المدارس في مجال تعزيز الاستخدام الامن للتكنولوجيا فضلا عن عرض التطبيق الرقمي بوبوليت الذي يعزز عند الطلبه مهارات التفكير والتعلم البصري. هذا اللقاء كان الهدف منه ان نحيط الميدان التربوي باخر التطورات في موضوع التمكين الرقمي. ولا شك ان مملكه البحرين بفضل وتوجيهات القياده الحكيمه لهذا البلد العزيز استطاعت ان تخطو خطوات متقدمه على هذا الصعيد الوزاره اليوم انتقلت ايضا من مرحله الكتاب والتفصيل الالكتروني الى الى مرحله الكتاب الذي يستطيع من خلاله الطالب ان يبدع ايضا من خلال استخدام المنظومه الالكترونيه فبالتالي التمكين الرقمي بعد ان تم تطبيقه في عدد من المدارس الان باذن الله تعالى سوف نتوسع في موضوع التمكين الرقمي في العام الدراسي القادم والاهم المميزات التي استطعنا ان نصل اليها ان نعد العنصر البشري سواء كان على صعيد الإدارة المدرسية أو على صعيد المعلم أو الطالب لهذا النوع لأن تطوير التعليم ليس له حد فبالتالي إحنا يجب أن ننظر إلى الجهاز ولكن قبل ذلك ننظر إلى من سيتعامل به معه سواء من خلال التدريب أو من خلال أيضا تطوير الإمكانيات المتاحة حتى نستطيع أن نرتقي بالتعليم من خطوة إلى خطوة هذه البوابة ستتيح مزيدا من التواصل بين الطالب والطالب والمعلم والمعلم والمدرسه والمدرسه وقبل ذلك سوف تتيح لاولياء الامور التواصل مع المدرسه معرفه اهم الملاحظات الخاصه بابنائهم الرد على استفساراتهم وكذلك تتيح للطالب ان يستفيد من هذه البوابه من خلال سواء من خلال الكتاب او من خلال طرح ما هو جديد والاستفاده من الخبرات الموجوده في المدارس الاخرى